السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع الدرس 30 من دروس قواعد اللغة التركية، وهذا الدرس يحمل عنوان جيتش مي زمان، يعني الزمن الماضي في اللغة التركية. الدرس الماضي تعرفنا على الأفعال، واليوم سنأخذ أول تصريف للأفعال وهو الزمن الماضي. يقسم الزمن الماضي في اللغة التركية إلى قسمين رئيسيين، الأول اسمه جيرولان جيتش مي زمان الذي يستخدم لاحق د عندما نستخدم هذه اللاحقة بعد الفعل، فهذا اسم الجيرولانجيج مش زمان، يعني زمن ماضي مرئي، يعني نحن رأيناه في أعيننا ومتأكدين أنه حدث. والنوع الثاني اسمه ديولانجيج مش زمان، ويستخدم لاحقة مش، هذا الزمن الماضي نحن سمعناه، ديولان يعني مسموع، سمعناه من شخص آخر ولم نراه بأعيننا أو لسنا متأكدين من حدوثه فعلا، أو أننا تأكدنا فيما بعد فتفاجأنا منه، وسنشرح الآن كل واحد منهم بالتفصيل. نبدأ أول شيء مع جيرولانجيج مش زمان، الزمن الماضي المرئي أو اسمه أيضا بليرلي يعني محدد. هذه الصيغة للزمن الماضي تستخدم لاحقة د أو دي أو دو أو دو بعد جذر الفعل مباشرة، وإذا انتهى جذر الفعل بأحد أحرف فستق تشهاب نستخدم ت أو تي أو تو أو تو، يعني نستبدل حرف الد بحرف الت بحسب قاعدة انسوس ساكلاش ماسي التي تحدثنا عنها في درس سابق. بإمكانكم مراجعة الدرس السابق، درس انسوس ساكلاش ماسي، يعني تقصية الحرف الساكن، هذا حرف دي يومشاك حولناه إلى تي اللي هو السارت من أجل تسهيل اللفظ كما سنلاحظ في الأمثلة التالية. إذا كان عندنا فعل أل مثلا، هذا جذر الفعل بعد ما نحذف الماك وماك، طبعا المصدر يكون ماك أل ماك أو فير ماك أو كذا، نحن نحذف الماك والماك نترك جذر الفعل فقط بدون ماك وماك، ثم نضيف اللاحقة المناسبة بحسب التوافق الصوتي، يعني حرف الأ مثلا يأخذ د أل د أل د، يعني أخذ في الزمن الماضي. جال هنا لدينا حرف خفيف يأخذ إي جال دي جال دي جال دي يعني جاء. أيضا أوكو أن حرف أو والأو يناسبه أو، لذلك نقول أوكو دو، لا نستطيع أن نقول أوكو دي أو أوكو د، بالتأكيد يجب أن تكون الكلمة متوافقة صوتيا، فلذلك نقول أوكو دو. أوكو دو يعني قرأ بالماضي. أيضا يوز السباحة، لا نستطيع أن نقول يوز دي أو يوز د، يعني مضطرين أن نقول يوز دو. يوز دو متوافقة صوتيا و لفظها سهل، فنقول يزدو يعني سبحة، أيضا سبحة في الزمن الماضي. أما إذا كان الكلمة مثلا تنتهي بأحد أحرف فستق تشهاب مثل كلمة طاق، طاق يعني فعل التركيب، فلا نستطيع أن نقول طاقد طاقد، يعني لفظها صعب ومعقد، لذلك نحول الد إلى ت من أجل تسهيل اللفظ وتصبح طاقت، وطاقت يعني ركبة ركبة في الزمن الماضي. أيضا بيت فعل الانتهاء، نقول بيت بيت، لا نستطيع أن نقول بيت دي بيت دي، يعني صعبة جدا لللفظ، لذلك نحول الدي إلى تي ونقول بيت بيت، يعني انتهى في الزمن الماضي. أيضا مثلا إذا جاءتنا كلمة صوص، صوص فيها حرف أو، فلذلك يجب أن نضع صوصتو، لا نستطيع أن نقول صوص دو ولا نستطيع أن نقول سوستي مثلا، لا يناسبها إلا هذه اللاحقة سوستو. سوستو يعني سكت أيضا في الماضي. وإذا كان لدينا كلمة سوك، سوك هو فعل الفك يعني عكس التركيب، طاق التركيب وسوك الفك، فنقول سوكتو، نراعي التوافق الصوتي الأو يناسبه أو، ولأن في عندنا هنا حرف كي اللي هو واحد من أحرف فستق تشهب نضع هنا تي ونقول سكتو يعني فك بالزمن الماضي أيضا. طيب كيف نضيف الضمائر؟ لدينا مثلا بان يعني أنا قمت بهذا الفعل، فنضع الفعل أي فعل نريد، مثلا أنلات يعني شرح فعل الشرح، نضع لاحقة الزمن الماضي المناسبة تصبح أنلات. بالنسبة لبان نضيف هنا حرف م بشكل إجباري، يعني لا نستطيع أن نقول بان أن لات، يجب أن نقول بان أن لاتم،
نستطيع أن نستغني عن البان كلها ونقول أن لاتم. من حرف الم ندرك أن بان أنا الذي أتحدث، ولكن الم لا نستطيع الاستغناء عنها. فإذا صار عندنا جذر فعل بالإضافة إلى لاحقة الزمن الماضي بالإضافة إلى لاحقة الضمير أنا اللي هي مي. أما بالنسبة لسان نضع هنا ني، نضع جذر فعل معين، أي فعل لا مشكلة حسب ما نحن نتحدث. يعني قلنا مثلا أنا أريد أن أقول أنت عملت أو أنت اشتغلت، فنقول سان تشالشتن. تشالش تأخذ ت، ولسان نضع حرف ن، سان تشالشتن يعني أنت عملت. بالنسبة لأو لا نضيف لاحقة ضمير، فقط لاحقة الزمن الماضي، نقول أو فيردي. أو فيردي يعني هو أعطى. أما بيز نحن فنضع حرف ك، نضع فعل مع لاحقة الزمن الماضي أوكودو مثلا يعني قرأ، ونريد أن نقول نحن قرأنا فنقول بيز أوكودوك. بيز أوكودوك. أيضا سيز أنتم تأخذ نز أو نيز، يعني حسب هنا ما هو الحرف الصوتي يجب أن يأتي نفسه هنا. ياز فعل الكتابة، يازد كتب، يازدنز يعني أنتم كتبتم، سيز يازدنز أنتم كتبتم. وأونلار هم نضع نفس لاحقة الجمع اللي هي لار أو لار بحسب أيضا الحرف الصوتي هنا. هنا لدينا مثلا فعل سيرات اللي هو المتابعة أو المشاهدة، مشاهدة التلفاز يعني أو متابعة مسلسل أو كذا، فنقول سيرت يعني شاهد أو تابع. أونلار سيرتلار يعني هم شاهدوا المسلسل أو تابعوه. إذا هذه اللواحق الموجودة هنا اللي باللون الأخضر يجب علينا أن نحفظها. بان تأخذ حرف المي فقط، سان تأخذ حرف الني، وبيز تأخذ حرف كي، وسيز تأخذ نز أو نيز أو نوز أو نوز، أونلار يأخذ لار أو لير. طيب لنأخذ بعض الأمثلة كيف نستخدم الزمن الماضي بالجمل. نقول مثلا بواج إيش سنة ينجب بعمل بيز ديك تيك. بيز نحن، ديك فعل الزراعة، ديك تي يعني زرع، بيز ديك تيك يعني نحن زرعنا، نحن أنا وأبي يعني زرعنا هذه الشجرة بؤاج يعني هذه الشجرة 3 سنة أنجا يعني قبل 3 سنوات. بشكل عام دائما الأفعال تأتي في نهاية الجملة، كل الأفعال بكل التصريفات بكل الأزمنة تأتي في نهاية الجملة إلا في حالات خاصة سنأخذها إن شاء الله في درس الجمل. إذا الآن ما يهمنا أن نعرفه أن الفعل يجب دائما أن يكون في نهاية الجملة ومصرف بزمن محدد. نحن هنا نتحدث عن الزمن الماضي فنقول بيز ديك تيك يعني نحن زرعنا هذه الشجرة أنا وأبي قبل 3 أعوام. أيضا إذا قلنا مثلا إلكتريك جديد جرينجا إفدكي توم إشيالار بوزولدو. إشيالار الأشياء، بوز فعل بوز هو فعل الفساد، بوزولدو يعني فسدت، فسدت كل الأشياء، تعطلت يعني المقصود فيها، تعطلت كل الأشياء الموجودة في المنزل عندما انقطعت الكهرباء وجاءت. انقطعت الكهرباء وجاءت 3 مرات فتعطلت كل الأشياء الموجودة في المنزل. طيب هنا لدينا ملاحظة مهمة جدا، الإشيالار هي بالجمع فلماذا لم نقول بوزول دولار؟ هذه اللار إذا كانت مستخدمة مع شيء غير عاقل فنعاملها معاملة المفرد ونقول بوزول دو، أما إذا كان هنا لدينا الفاعل هو شيء عاقل فنقول بوزول دولار. يعني هنا مثلا إذا قلنا إنسان لار يجب أن نضع هنا لار بالنهاية، أما لأنها إشيالار يعني شيء غير عاقل فلا نضع لاحقة اللار ولا لار في نهاية الفعل. طيب إذا قلنا مثلا شيمسيام أول ماضيتشين أصلاندن، من الذي يتحدث هنا؟ لا يوجد ضمير، ولكن من حرف الم يجب أن نكون أدركنا أن المتحدث هو بان أنا. بان أصلاندن يعني أنا تبللت،
لأنه لم يكن معي شمسية. أيضا إذا قلنا كوشلك ألبسة ليري دولار بقى الدور دولار، يعني رفعوا الألبسة الشتوية في الخزانة. قال درد يعني رفع، وهنا اللار يعني اون لار. هنا لا يوجد اون لار ولكن نحن أدركناها من لاحقة اللار اللي موجودة هنا. هنا نحن نتحدث عن اون لار يعني هم بالغائب. إذا الضمير نستطيع الاستغناء عنه، ولكن هذه اللاحقة الموجودة هنا في نهاية الفعل لا نستطيع الاستغناء عنها. طيب بالنسبة للاحقة السؤال صورو إيكي، يعني كيف نسأل سؤال عن شيء حدث في الماضي؟ نضيف الماء طبعا وبكل بساطة. إذا قلنا مثلا دون أوكولاجي تينيز، يعني أنتم ذهبتم إلى المدرسة في الأمس، فقط نضيف الماء في نهاية الجملة بعد الفعل مباشرة مع إشارة استفهام، فيصبح لدينا سؤال دون أوكولاجي تينيز. هل ذهبتم في الأمس إلى المدرسة؟ يعني كل الجملة مثل ما تحدثنا في الصفحة السابقة، فقط هنا أضفنا الم، يعني لاحقة السؤال لا يوجد أبسط منها. إذا قلنا مثلا إديفني أبتم، هل قمت بعمل وظيفتك أو واجبك؟ يعني يابتن يعني سان سان إديفني أبتم. إذا بغض النظر عن الضمير اللي موجود هنا، بغض النظر عن من مع من نحن نتحدث، دائما الم تأتي في نهاية الجملة ومنفصلة لوحدها. أيضا إذا قلنا أنام مكتوب أقدمه، أنام يعني أو هي مكتوب أقدمه، هل قرأت أمي الرسالة؟ مكتوب أقدو أو يناسبها هنا مو. وإذا قلنا مثلا كازاي جردم، هل رأيت الحادث؟ كازا اللي هو الحادث يعني جردن يو، فهنا نضع أيضا يو تصبح جردم جردم، هل رأيت الحادث؟ إذا لدينا أربع حالات للاحقة الم، إما مي إذا كان هنا عندنا حرف إي نضع إي، أو إذا كان عندنا هنا حرف أ نضع هنا أ، أو إذا كان هنا عندنا حرف أو فنضع نحن أو مو. أما إذا كان الحرف أ فنحن نضع أيضا أ تصبح م. لدينا أربعة حالات فقط للاحقة السؤال وبسيطة جدا. أما لاحقة النفي الألمسوزلوك يعني النفي، فنضيف بعد جذر الفعل مباشرة إما ما أو م بحسب التوافق الصوتي. مثلا فعل دوي فعل الاستماع أو السمع، يعني فيه هنا حرف صوتي ثقيل أو، فيناسبه ما اللي هي ثقيلة أيضا. دوي ما دن دوي ما دن، وضعنا بعد الما مباشرة لاحقة الزمن الماضي، وبعدها وضعنا لاحقة الضمير ضمير أنا. لاحقة الضمير نضعها بحسب أي ضمير، يعني من الذي يتحدث. فهنا مثلا أنا أتحدث، أنا الذي أتحدث بان، لذلك أقول بان دوي ما دن دوي ما دن، يعني لم أسمع، أنا لم أسمع دوي مادن. بالنسبة لسان مثلا نقول جيت، جيت فيها حرف إي اللي هو خفيف، لذلك نقول جيت ما دين، سان جيت ما دين يعني أنت لم تذهب، جيت ما دين. بالنسبة لأو نقول مثلا أول ماد أول ماد، يعني لم يحدث أو لم يحصل. بالعامية نقول ما صار، يعني هذا الشيء ما صار. all mother يعني ما صار. use medic يعني لم نسبح. use duck سبحنا، use medic لم نسبح. اذا هنا دائما ان ما او ما، اما ما او ما، لذلك هنا دائما لاحقة الزمن الماضي سوف تكون د او دي، د او دي حصرا بغض النظر عن هذا الحرف، لاني جاء بعده حرف جديد صوتي، وبحسب هذا الحرف سوف نتصرف بالزمن الماضي. تشالش عاملة، إذا قلنا مثلا تشالش تنز عملتم، تشالش مدنز لم تعملوا، تشالش مدنز لم تعملوا، يعني سيز تشالش مدنز. أيضا أونلار نقول مثلا بشارة مدلار،
باشارمك هو فعل النجاح. إذا قلنا باشارما دولار يعني لم ينجحوا، لم ينجحوا. إذا لاحقت النفي نضعها بعد جذر الفعل مباشرة، وهي إما ما أو ما بحسب الحرف الصوتي اللي موجود بالفعل. هنا نضع إما ما أو ما، ثم نضيف لاحقة الزمن الماضي اللي هي إما د أو دي، وثم نضع لاحقة الضمير المناسبة. طيب لننتقل الآن إلى النوع الثاني من الزمن الماضي، وهو دولانجيج مي الزمان، يعني الزمن الماضي المسموع. يعني إذا لم نرى الفعل بعيننا فنستعمل لاحقة مش أو ميش أو مونش أو مش بحسب التوافق الصوتي أيضا. مثلا باك، لنأخذ فعل باك ونطبق عليه باك، نقول باك مش، باك مش. الحرف الأ قلنا يأخذ أ، باك مش. أما إيتش، إيتش تأخذ اللاحقة الثانية إيتش مش. باك مش يعني نظرة ولكن أنا لم أراه بعيني، إيتش مش يعني شارب وأنا أيضا لم أراه بعيني. وتوت مش، توت تأخذ هذه اللاحقة، توت مش يعني أمسك وأيضا أنا لم أراه بعيني. أما أول مش، الأول فعل الموت يعني أ، تأخذ مش، أول مش يعني مات وأنا أيضا لم أراه بعيني. إذا بحسب الحرف الصوتي الموجود هنا نضع اللاحقة المناسبة. أيضا لنأخذ بعض الأمثلة للتوضيح أكثر مع الضمائر. فعل فير مثلا نقول فير مش. بالنسبة لبان هنا صار يجب علينا أن نضيف إم وليس حرف الم فقط. في الجيرولانجيج من الزمان كان عندنا هنا د تنتهي بحرف صوتي فنحن نضع فقط م، ولكن المش تنتهي بحرف ساكن، لذلك نحن لا نستطيع أن نضع حرف ساكن مباشر بعده، يجب أن نضع حرف صوتي، فنقول بان فير مشيم، بان فير مشيم يعني أنا أعطيت، أنا أعطيته. هو في الزمن الماضي ولكن هذا الزمن الماضي ديولان يعني مسموع. طيب إذا كان مسموع كيف أقول أنا أعطيته؟ نستطيع أن نطبق هذه الحالة على بان أنا. في حال أنا كنت لم أكن مقررة فعل هذا الأمر وفعلته، يعني صار أمر مفاجئ، فأقول بان فير مشيم. مثلا إذا أنا لم أقرر أن أنحف نفسي ولكن اكتشفت أني أنا أنحف مع الزمن، فأقول بان والله بان كيلو فير مشيم، يعني أنا انحفت مع أني أنا لم أكن مخطط لذلك، يعني الأمر صار فجأة، بان كيلو فير مشيم. أيضا نفس الشيء لسان، نقول سان فير مشسن، سان فير مشسن يعني أنت أعطيت. نلاحظ هنا لاحقة سان هي سن، سان فير مشسن أنت أعطيت في الماضي، وهذا الماضي ديولان يعني أنا لم أراه بعيني. أو فير مش هو أعطى، بالنسبة لي أو لا نضيف شيء هنا أبدا. بيز فير مشيز في الجرولانجيج من الزمان لاحظنا هنا نضيف حرف ك، أما في الديولانجيج من الزمان فنضيف للبيز إز. بيز فير مشيز يعني نحن أعطينا. وسيز فير مش سينز في الزمن السابق أيضا استخدمنا فقط نز وهنا نستخدم سينز. سيز فير مش سينز أنتم أعطيتم. وأولار فير مش لار أيضا، اللار واللار دائما نضع نفس اللاحقة إما لار أو لار. إذا لدينا 5 ملحقات ضمائر جديدة يجب أن نحفظها. البان تأخذ إم، والسان تأخذ سين، والبيز تأخذ إيز، وسيز تأخذ سينيز، وأولار تأخذ إما لار أو لار. أيضا نطبق عليها بعض الأمثلة. إذا قلنا مثلا بوي في زمان ضد دم تك باشنا يعقمش، يعني جدي قام بعمل هذا المنزل في زمانه تك باشنا يعني لوحده. يعقمش يعني عامل، أسس هذا المنزل لوحده، فأنا لم أرى جدي عندما أسس هذا المنزل فلذلك أقول يابمش ولا أقول يابت. يابت يعني أنا رأيته،
ولكني لأني لم أراه فأقول يعقمش. أيضا هنا نلاحظ أوه يعني أيعقب المشسن، يعني أنا رأيته أنه اشترى حذاء جديد، فلماذا أقول المشسن ولا أقول ألدن؟ لأني أنا تفاجأت، يعني أنا لم أكن متوقع بأنه سوف يشتري حذاء، رأيته وتفاجأت أنه قد اشترى حذاء، فلا نقول يني أيقب ألدن، نقول يني أيقب المشسن، يعني أنا متفاجئ، أنا رأيت شيء لست متوقعا إياه. أيضا إذا قلنا سيرفيس المالları buzdolabını tamir etmişler، يعني عناصر السيرفيس الصيانة قاموا بإصلاح تعمير etmişler، يعني صلحوا buzdolabı يعني الثلاجة، قاموا بتصليح الثلاجة. فأيضا أنا لم أراهم بعيني، لذلك لم أقل تعمير ettiler، قلت تعمير etmişler. وبشكل عام هذه اللاحقة نستخدمها كثيرا في الحكايات والروايات، يعني عندما نحكي حكاية أو رواية أو نقرأ حكاية فنلاحظ كل الأزمنة في الحكاية تكون زمن مش. كيلولان هو شخصية مشهورة جدا في الحكايات التركية القديمة التراثية، يوجد عنه أيضا رسوم متحركة للأطفال. كيلولان بيدباك مشكي، يعني نظر كيلولان فجأة وإذ، هذه الكي تعني وإذ كذا، يعني يوجد تكملة. ففي الحكايات حتى أننا دائما نرى في بداية الحكاية تكون موجودة هذه العبارة المشهورة بير فارمش بير يوكمش، يعني مثل عندنا باللغة العربية نقول كان يا مكان في قديم الزمان. هم يبدأوا كل حكاياتهم بهذه العبارة بير فارمش بير يوكمش، كان يا مكان في قديم الزمان. كيلولان بيدباك مشكي، يعني نظر كيلولان وإذ كذا حدث شيء. إذا استخدامات المش هي في الحكايات والروايات بشكل عام لأنها قديمة جدا، وبالتأكيد نحن لم نراها بأعيننا ولم نشاهد منها شيء وإنما نسمعها سمع فقط. وأيضا أي زمن ماضي حدث في وقت قريب ولكن أنا لم أره بعيني نستخدم مش. وأيضا الشيء الذي حدث ورأيته بعيني ولكني تفاجأت منه لم أكن متوقعا حدوثه وقد حدث، فأيضا أستخدم هذه اللاحقة، لاحقة المش. بالنسبة لي الصورو إيكي أو الأولمسوزلوك إيكي نفس استخدام الزمن اللي قبله، يعني هنا نستخدم م للسؤال وهنا أيضا نستخدم ماو م للنفي. بالنسبة للصورو إيكي مثلا إذا قلنا görmüş müyüm، يعني هل أنا رأيت، هنا نلاحظ فرق بسيط بين الجرولان geçmiş زمان والديولان geçmiş زمان. في الجرولان geçmiş زمان كنا نقول gördün mü، gördün mü، يعني أول شيء نضع لاحقة الضمير هنا وبالنهاية فقط م لوحدها لا يوجد لها لاحقة. أما بالديولان geçmiş زمان في الزمن المسموع فنحن نضع الفعل لوحده görmüş ثم نضع المو اللي هي لاحقة النفي وبحسب التوافق الصوتي دائما، ثم نضع آخر شيء لاحقة الضمير görmüş müyüm، يعني هل أنا رأيت، هنا أنا أتحدث عن نفسي müyüm يعني بان. أيضا görmüş müsün، görmüş müsün، هل أنت رأيت. أيضا نلاحظ وضعنا زمن ماضي ديولان görmüş ثم وضعنا لاحقة الم اللي هي السؤال وآخر شيء وضعنا لاحقة الضمير سان görmüş müsün، هل أنت رأيت. görmüş mü، هل هو رأى. ودائما قاعدة عامة الأو ليس لها لاحقة ضمير، يعني دائما نضع فقط لاحقة السؤال لوحدها. görmüş müyüz biz، görmüş müyüz، هل نحن رأينا. هنا عندما نرى ميوز نفهم فورا ان بيز نحن من يتحدث. اما السيز ايضا لاحقتها هي سنوز، görmüş müsünüz، görmüş müsünüz، هل انتم رأيتم. والاونلار دائما بنفس الشكل görmüşler mi، görmüşler mi، هل هم رأوا.
إذا بلاحقة السرؤكي، لاحقة السؤال، دائما نضع لاحقة السؤال وثم نضع الضمير بعدها. أما بالأولمسوز لوك كما سنلاحظ فمثل الزمن السابق بالضبط، نضع بعد جذر الفعل مباشرة أداة النفي وثم نضع الزمن وثم الضمير. görmemişim ben görmemişim يعني أنا لم أرى. ben görmemişim أنا كنت متوقع أن أرى ولكنني لم أرى، غريب يعني. sen görmemişsin أيضا أنت لم ترى. görmemişsin فعل لاحقة النفي، الزمن الماضي المسموع ولاحقة ضمير سان. او görmemiş او görmemiş هو لم يرى، هنا طبعا الاو قلنا لا يوجد لاحقة ضمير. biz görmemişiz biz görmemişiz نحن لم نرى. siz görmemişsiniz أنتم لم تروا. siz görmemişsiniz onlar görmemişler onlar görmemişler هم لم يروا. إذا هذه لواحق الضمائر نحفظها، مهمة جدا. الما والمي سهلين، يعني نضع إما ما أو مي بحسب التوافق الصوتي. هنا إذا كان الحرف خفيف نضع مي، إذا كان حرف ثقيل نضع ما، ثم المش وثم لاحقة الضمير التي يجب علينا أن نحفظها. هناك ملاحظة أخيرة حول استخدام المش، إذا استخدمناها مع لاحقة تير يعني قلنا مش تير مش تير، فهذه تستخدم بالخطابات الرسمية وفي الكتب المدرسية. عندما نقرأ في كتاب مدرسي أو في رسالة أو في خطاب رسمي أو كذا في قرارات الدولة، فدائما تنتهي الجمل بهذه اللاحقة مش تير. مثل هذا المثال مثلا، بو كتاب ديرس كتاب أولارك قبول دي المشتر. هذه ما معناها؟ ليس معناها قبول دي المش. قبول دي المش يعني شيء احتمالي، يعني أنا لم أراه بعيني، ولكن هنا لدينا التر اللي هي لاحقة التوكيد. فعندما نقول قبول دي المشتر يعني نفس قبول إديل دي بالضبط وليس قبول إديل مش. عندما تجتمع مشتر فالمقصود فيها قبول إديل دي، يعني بشكل قطعي تم اعتماد هذا الكتاب ككتاب مدرسي بشكل قطعي، قبول إديل دي. في العامية أو في الحياة العامة نقول قبول إديل دي، أما في الخطابات الرسمية نقول قبول إديل مشتر. قبول اديل مشتر قبول اديل دي نفس المعنى بالضبط. ايضا في الادب بشكل عام نستخدم هذه اللاحقة ولا نستخدم الد. نقول مثلا ادبيات كلمسي تركيا birden fazla anlamda kullanılmıştır. kullanılmıştır هنا جاءت بمعنى kullanılır يعني تستخدم. تستخدم كلمة ادبيات في اللغة التركية birden fazla anlamda يعني بعدة معاني مختلفة. إذا كلمة أدبيات kullanılmıştır تستخدم في اللغة التركية بعدة معاني مختلفة. أيضا إذا قلنا مثلا yazar hangi bilim dalından yararlanmıştır يعني الكاتب yazar من أي فرع علم، bilim dalı يعني فرع علم، من أي فرع علم استفاد yararlanmıştır يعني استفاد. yararlanmak هو فعل الاستفادة، yararlanmıştır يعني نفس yararlandı بالضبط، ولكن لأننا نتحدث بشكل رسمي نقول مشتر. وأيضا إذا قلنا مثلا بهذا الشكل تنظيمات دينامية ile birlikte modern hikayenin temelleri atılmıştır. temelleri atılmıştır يعني نفس temelleri atıldı بالضبط، يعني وضعت تملار هي الأسس، يعني وضعت أسس الحكاية الحديثة مع عهد التنظيمات. تنظيمات دونامي هو عهد في الدولة العثمانية، يعني عهد التجديد والإصلاحات في الدولة العثمانية، اسمه عهد التنظيمات. إذا وضعت أسس الحكاية الحديثة مع عهد التنظيمات في الدولة العثمانية. فهذه الملاحظة حول استخدام مش، يعني هو استخدام جديد
ومختلف للاحقة مش، عندما تستخدم مش مع تير فتعني أنه فعل جيرو لانجيج من الزمان وليس ديو لانجيج من الزمان، يعني فعل ماضي حقيقي ومرئي ومحدد ومؤكد. بذلك ننتهي من هذا الدرس، أرجو أن يكون مفيدا لكم وأرجو لكم دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.